اف ام حصة فنية أسبوعية. تراث مواهب وإبداعات. فن اف ام للفن والفنانين. فن اف ام مع محمد وعبد الرحمن. اهلا وسهلا بكم انتم مستمعي اذاعه الجزائر السعيده في عدد جديد من حصتكم الاسبوعيه فن اف ام. دائما معكم عبد الرحمن في الإخراج وتقديم محمد. فما الحصة اللي تبث كل يوم أربعاء ابتداء من الساعة 6:30 على أمواج إذاعة سعيدة 101.3 أفام أو على الإنترنت سايدا afam.com. ساعة من الفن، ساعة من الحوار مع المهتمين والناشطين في الحقل الفني بمختلف أنواعه. شرفني اليوم حضور فرقة معروفة على المستوى الولائي، فرقة زعيك جونيور. كما قلت من قبل يشرفني اليوم حضور اعضاء فرقه الموسيقيه زعيك جونيور، وهذه كانت لانترو تاعهم لو تامبر تاع الفرقه اللي من بعد غادي نضحكوا عليه. نرحب باعضاء ضيوف. نبدا على لاغوش ولا على لادروات؟ مين نبدا؟ جليل. نبدا على لادروات؟ لا، نبدا من عندك. جليل دحماني معروف باتور، طلع لي شو عبد الرحمن. معايا ايضا الاستاذ صالح مجاهد، مرحبا بك خويا. جيتار سولو. ايضا مختار قندوسي ورا خازم ليك اختار كان خويا العازف لايت كلافي الحاج حون ريتميك سولو جيتار ريتميك هكا. ايضا اللي من بعد غادي نوضها معاه فيصل جابر باتر في طول بيركيسيونيست دي بوكا. وي غادي نقلعك. ايضا يشرفني حضور احد المشاركين اللي كان في حصه اعلان شباب محمد حما، وبالحمري حبيب اللي اعتذر لظروف ما حضرش اليوم. اذا يسمع دونك نوجه له التحيه من دروك ونقول له باه تبروفيج مع بلاك بريزون. خويا مالك لا تعيط دونك، نقول على نيميرو التليفون. ايضا يشرفني واحد عزيز علي بزاف بزاف بزاف. بالمناسبه نطلبوا للوالد تاعها الشفاء ان شاء الله يا ربي، كان دار عمليه جراحيه نطلبوا له الشفاء. اذا يسمع فيه هو ثاني بدرو قولارا. كما قلت الاتصال بنا، الارقام الخطوط المفتوحه هي 51 18 18 او 51 26 26، او على الصفحه كما مفتوحه الان هي على الفيسبوك فن اف ام.
دونك عبدو خويا عطينا وحده تاع الشاشره نبدو بها هي الاولى لا شونسون تاع الاغنيه هذه اللي قام بها محمد وريا اغنيه السلام عليكم بلوس لا تروب كيما راهم. كانت المناسبه هي فعاليه اختتام المسابقه الولائيه للمواهب الغنائيه. هكا اعطينا عبد. سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم، سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم. قلتوا علينا هسيادي مرحبا، شفتوا معاكم البشاره والنوبه. قلتوا علينا هسيادي مرحبا، شفتوا معاكم البشاره والنوبه. قلبا ما خرجوش وجبنا قلبا، شحال من زياره لقمه موقوفه. قلبا ما خرجوش وجبنا قلبا، شحال من زياره لقمه موقوفه. سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم، سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم. تفضل يا شيخ يا مرصنا الكلام، علينا قصيدة بها تصب الغرام. تفضل يا شيخ يا مرصنا الكلام، علينا قصيدة بها تصب الغرام. ليها كل تال مجاني المنام، نبلي برايا بها نوصلنا السلام. ليها كل تال مجاني المنام، نبلي برايا بها نوصلنا السلام. سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم، سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم. سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم، سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم. من قال لك ديريني وحتى نوالفك، هالراي 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 هالراي. ومالي مالي 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 هالراي هالراي هالراي. عيني جرح وقلبي ومن قال لي خزر، هالراي 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 هالراي. مالي 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 يا راي يا راي يا راي. ونطلب ربي من هيجيني السلام. سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم، سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم، سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم، سلام عليكم مرحبا. باغي نخطيها وهي ديما بالي، مالي مالي انا ومالي مالي. هي فراشة وانا عندي تيتوان، رد بالك ما راهيش نسوان. محرز جنية بنت الشيطان، وداوي داوي لا يا مول الديوان، داوي داوي لا يا مول الديوان. وهالراي هالراي 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 هالراي. ومالي مالي مالي مالي. كنتم للاستماع الى اغنية السلام عليكم من فرقة زعيك جونيور. الوغ نقول لكم السلام عليكم ومرحبا بكم في حصه فن افام. هذه الحصه اللي نحاول من خلالها نبينوا ولا نفتحوا المجال لكل ما هو فن في الاذاعه، الامواج الاذاعه، وايضا المواهب الشابه ولا المواهب اللي ما نقولوش حشمه ماشي تبان، نفتحوا لها لي غون بورت على الراديو او موا باش يبينوا لنا واش راه كاين في التينا ولا التيروار تاع سيده واش كاين. دونك اول سؤال اللي غادي نوجه للجيل اللي دحماني رئيس الفرقه بلوس صالح مجاهد، يعطونا الفكره كيفاش كان لو شوا تاع تسميه هذه الفرقه بفرقه زعيك جونيور. بسم الله الرحمن الرحيم. سي محمد نشكرك على الاستضافه اولا. يا خويا الشرف لينا. شي كيما يقول لك التسمية تاع الفرقة جات في نهار اللي كرموا الفرقة الكبيرة كما يقولوا لي زونسيان تاع زعيك، جروب زعيك. وحنا استادير حنا درناها ثاني اوماج لهاد الناس، وان بارتيكولي للوالد تاع صاحبنا اللي هو مختار قندوسي، الوالي تاعها عمي العربي الله يرحمه. الله يرحمه ويرحمه. جماعه قال لك جماعه تاعنا كبار، قال لك غادي نسموكم بهذه التسميه. وجينيور راه باينه ستادير لي جون لا رولوف لا رولوف. يا ربي تكون غير زعيك كادي وزعيك بين جون. هذه هي كيفاش بانت الفكره تاع التسميه.
صالح بغيت تزيد حاجه؟ انا عندي ما نزيد كما سبق الذكر الزميل تاعي الدحماني جلالي. التسميه هذه جات من بعد ما كنا اسم تاع ليزانتين عارفين بليزانتين. تفضل صالح. قلت لك كما ذكر الزميل تاعي سابقا باللي هذه التسميه احنا كانت عندنا ديجا تسميه من قبل تسميه تاع ليزانتيم ليزانتيم ومن بعد تبدلت هذا بور روند ان روماج للوالد تاع الزميل تاعنا اللي هو معنا في الفرقه. كيفاش تكونت الفرقه ليلي نهار الاول كيفاش تكونت الفرقه نولوا صادي دروك نولوا ليزانتيم ليزانتيم كيفاش تكون بون احنا في الديبي صادير جماعه احنا نعرفوا بعضنا من قبل جماعه لي زونسيان تاع لاتروب كيما انا صالح فيصل مختار كان معنا خاطير تبيتي صادير نعرفوا بعضنا من قبل نكونوا الفرقه اون 2001 تلاقينا ترو جروبينا صادير درنا لا بروميير تروب هذيك تاعنا الاولى كان معنا الاعضاء هذو اللي حكيت لك عليهم بون كنت انا يا باتري فيصل جابر بيركيسيون صالح جيتار سولو بليتو صالح كان في ذاك الوقت يلعب باس باسكو خاطير هو اللي كان يلعب جيتار هذاك الوقت كان يلعب معنا خاطير جيتار وهما كانوا صادير يتعاقبوا على لي زانسريمون دي فوا صالح يلعب جيتار دي فوا وكان معنا مختار على آلة الكلافي وكانوا معنا زوج شبان في هذاك الوقت يلعبوا معنا شون كان مرسلي مصطفى اللي راه دروك شاب مصطفى راه تاعنا راه ديجا راه داير دي زالبوم وكاع وكان معنا بلال تاعنا عبد القادر باقي كان يقول له باقي هو في هذاك الوقت من بعد كاين جماعه لي ظروف كيما مصطفى راح بعيد مصطفى من بعد راح للوهران وراه دروك راه داير كارير تاعه عبد القادر ثاني لي ظروف تاعه ثاني كان لا قالب عليه الخدمه وكاع كل شيء كان عندنا تابيتي خاطير كان غادر الفرقه بور لي زيتي تاعه باسكو كانت عندها يكمل الماجستير تاعه ومشي هنا في سعيده في وهران صادير ما عندهاش كي يدير من بعد مورا خاطير التحق بينا جلوا لي حميده جلوا لي احمد اللي راه في ديار الغربه الله يذكره بخير التحق بينا ولا جلوا لي حميده هو على اله الباص وصالح ولا الله جيتار برونشا في السولو جيتار سولو صادير من ذاك الوقت صالح الى يومنا راه هو صادير هو السوليست تاع لاتروب تاع الفرقه من بعد معليش نكمل تفضل فضلك كمل من بعد حميده من راح لافرونس دخل معنا محمد خوه صغير باسكو ثاني هو ان جيتاريست وكاع ثاني قاعد يخدم معنا جيتار ريتميك ودخل معنا في ذاك الوقت بوزيان واريه باسيست قعدنا كيما هكا حتى الوقت اللي راح فيه بوزيان ثاني بوزيان هاجر راح لابلجيك هذاك الوقت من بعد خدم معنا معمر مداح سير باص راه دار وقت في الغربه ثاني ثاني هو راه في لافرونس ومن بعد كاع لا تروب اللي راه دروك صادير اكتيومون اللي راه ولا يخدم معنا الحاج دحون كيتار ريتميك وبدرو غورارا باص والشون عندنا حمي ليس حبيب يلعب دي فوا شون دي فوا بيركيسيون ومعنا هشام لي ظروف ماش حاضر اليوم معنا غالب لي ظروف قاهره كان معنا ثاني هو بيركيسيونيست نوجد التحيه هشام حمي معروف باتشيكا صالح لو شوا تاع لو ستيل اللي تلعبها الفرقه احنا بغينا نكونوا في توجور برونشين في لا ميوزيك اكطويال toujours la musique actuelle هاد اللي على بالك باللي بارتو هاد لا فيزيون تاع لا ميوزيك وكاع راهي الدور كاع في القطر الوطني سي بور سا لي ميوزيسيان كاع ستادير احنا رانا ديجا كنا نلعبوا هاد لو ستيل ان بو تاع ميلونج تاع قناوي شويه روك شويه لاتين لاتينو شويه ومن بعد قلنا حنايا مادام هاد لو ستيل راه يمشي احنا جامري بيان فيه كلمات مليحه و اون ميم طون ان ستيل شباب و سي تادير ميم السامع انه يسمع هاد لو ستيل باسكو يسو ترو بارتو اللي يسمع بالك الروك وما يسمعش لي بارول يسمع شويه روك من عندنا اللي يسمع شويه لاتينو اللي يسمع شويه و سي تادير ان ميلونج دو تو
هذه هي كيفاش ما صدر ما نقولش لي ديسيزيون مي لو شوا تاعكم راح في هذا لو ستيل، علاه ما راحش للستيل تاع مثلا راي ولا بون الراي تاع دروك كيما نقول لا هضروك من داو دروك ولا ستيل وهراني ولا ستيل شرقي مغربي تيوا كيفاش راح سبيسيالمون كي نشوفوا في الستيل هذو كاع مثلا اللي قلتهم ولا حتى الرضاء عليها الدور دروك تاع الراي تاع دروك تاين دروك كان في المارشي بزاف دونك كيفاش هذوك امبوزيتو اللي دي تاعكم اللي تروحوا في الستيل هذا بروب نقي احنا جبنا هذا الستيل باسكو كنا نشوفوا باللي نون سيلمون سي من الجانب الموسيقي سي حاجه حاجه ريش ودون لو ستيل ميم سي ستيل اكوستيك في الاكوستيك بلوس كو حاجه الكترونيك ولا تي فوا على خاطرش حنا كي نشوفو بار اكزومبل كنت تبغي تلعب راي دير بواطا ريتم وسينتي وفيش ميدي وانت لعبت لان تبان لي انا بالك هذا راي بيرسونال الشخصي انا تبان لي دوك لو ستيل اللي خيرتو كيما هكا وامبوزيتو استادير تبان لي تبان لا بيرسوناليتي تاع لا تروب باللي عندها واحد المورفولوجي عندها واحد مش عارف في فالور ليها بغيت تعطيها لا ميوزيك ميم سي ان ترافاي سي ان ترافاي سي تولي في لا ريشيرش كيما قلت تولي فيه لا ريشيرش فيها ان ترافاي ماشي كي تشوف فران ولا زوج ولا بطاريت ملعب لا ماشي نقولوا حنا باغ اكزومبل لا ميوزيك تاع الراي ما فيهاش خدمه ولا ما كاين ميوزيك تاع راي باغ اكزومبل الوهراني ولا كاين لا ماشي لا ماشي الوهراني الراي ماشي الراي كنشوفوا حنا لو ستيل تاعنا انها عندها لا طوندونس تاعها من جانب ثقافي جانب ثقافي عنده اكثر من لي ستيل الاخرين باسكو الراي كي تقول عنده المكان الخاص تاعه ان تروح للملاهي وتروح حنا بغينا نبعدوا على هذا الجانب باسكو قلنا بلي سي ايديكاتي بارك الله فيك وتسمع تسمع في كل بلاصه وفي الشرائح تاع المجتمع سي تادير اي يسمعه كبير صغير باسكو فيه كلمات مهدبه وستيل اللي يسمعه اي اللي كل واحد يلقى روحه في هذا الستيل خويا في هذا لو بوين نقول لكم برافو برافو و بون كونتينياسيون غير ما تما وندور سي قندوسي وا سي المقطع نتاع خازن خويا مختار كراك لاباس مع مصطفى والله على غاية الحمد لله كيما قال جلالي مختار زعيك جينيور والوالد الله يرحمه سينيور الله يرحمهم واللي بقى الله يشافيهم ان شاء الله يا ربي مختار خويا وانت تلحق بلا تروب تلعب معهم من 2001 دائما من 2001 جلالي من اللي هكا وانا مع اخوتي حتى الدروك الله يطول ان شاء الله ولو ستي كيما قال صالح مغبنك شويه انا ماذا بينا لقيتي روبير تاعك احنا هكا هذا الشيء ما جاوب ماذا بينا زدنا تعلمنا شويه زدنا خاف شويه ما قعدناش غير في ستيل واحد تبو شاشو قعدنا ومبطو جلالي عطينا نسمعو فاهم قعدنا نحوشو تزيد تعلم هكا رانا غير نتعلمو ومازال كيما قال صالح لا ميوزيك راها بحر كبير كما هكا ستيل هكا ساعدنا وعجبنا انا بروحي ريحت له عجبني بزاف كاع السين هذا صحيت يا ودي لا السوق تاعك مختار الماركت تلعب لي دوما نلعب نورمال هاي على حسب الخدمه كما يعطوني الستين نخدم كما يقولوا شاشر لا حيا قليله هذه الحيا قليله تاع لي دوما حيا قليله اخويا لا نيشان لا لا نيشان نخدم نور سيرتو في ليستي كيما قال صالح سي فري كيما القناوي ولا فيزيون ولا لاتينو ولا شويه فيه الروشاش وصعيب وانت تلعب اليز دونك كيما قلت الفرقه عندها واحد الشخصيه ولا كيف صالح الكلام اللي قاله الزميل باش غير نفهموا الجمهور اللي يكون يسمع احنا الجمهور يقول بالك يسمع بار اكزومبل في الركح بار اكزومبل على لاسان يشوف باللي واحدين قال بار اكزومبل هذوك عندهم موسيقى راهم لعبوا موسيقى مليحه بصح ما يخفاش عليهم باللي باش تلعب موسيقى اكوستيك ويكون فيها الهارموني ويكون فيه التنسيق بين لا تروب ماهيش بالساهل خاطرش باش يفهم المستمع الكريم باللي كان اللي راه يلعب فيه كلافي ويدير الفيش ميدي والناس راهي فهمتها وبطاريت ويحط انارونجمون يخدم معاه كاع حاجه الكترونيك لا هذاك حاجه
والحاجه اللي نخدموا فيها لا. حاجه اخرى باسكو هذا خدمه تاع كاع ان ترافاي تاع نوصوم تاع نوصوم سي طادي باللي كان ينخص واحد كون فيصل زعما يطيح سي طادي باللي هذا الشيء اللي خلانا نقولوا سي ان ترافاي كل واحد يبني حاجه اللي نجمع ليها باش نديروا كاع انستركتور تكون فيه بنيه تاع موسيقى هذا كلام زين انا هذه حاول كونسور لوجيك ولا موسيقى واحد الانسان يعطي حق كلمه فن موسيقى لوجيك صالح صح وهذا ثاني بالاضافه ان هذا ثاني ستيرفلي تاع 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 مجتمع كي نقولوا احنا مثلا مدينه سعيده احنا بالك نسمعوا ينسبوها يعطوها صوره باللي الموسيقى تاعها كي دايره بارك طابع تاعها لا كاين دي جان اللي يخدموا كان اللي يبغي يخدم البدوي يدير فيه دي نوتر ستيل ويدير فيه نوتر ميوزيك ويخدم فيه معليش يقعد بدوي بصح يطوره يمودرنيزي شويه كيما سي محمد وريه طورها نهار يقول محمد خو يحكي لي قبل الاكسبيريونس الاولى تاعك تاع الحان الشباب نبداو به الاولى حكينا على الاكسبيريونس الاولى تاع الحان الشباب السلام عليكم نشكرك على الاستضافه سي محمد نقول لك صافي بليزير المشاركه تاعي الاولى كانت اون 2007-2008 كان اللي كان معايا الحبيب راه غايب اليوم شاركنا وكيما يقول لك كشغل شدونا ريزيرف ذاك العام شدونا ريزيرف حنا واحد سته ولا بعد عيطونا قالك تشاركوا في كاستينغ النهائي في العاصمه وما حلفناش لحد شيء كيما يقول لك ما قطعناش الياس كملنا شاركت في 2009-2010 ما شاركتش 2012 شاركت شهيه ما شغل وصل دومي فينال نصف النهائي شهيه تما ما في الاختيار ما كانش عندي الحظ كيما ما عاودت وعاودت هذه الخطره شهيه كيما يقول لك ترى واحد المشكل شغل قصاونا نهائيا حنا واحد خمسة خاش كيما نقولوا ذا العام ديروها بار ريجيون نقولوا الغرب يشارك في وهران كاع جماعة الغرب يشاركوا في وهران الشرق في عنابة شغل داروها بار ريجيون خويا عطاونا كيما يقول لك دي ديك الورقة تاع دقيقة باسكو نظن فوالا عندنا اتصال هاتفي الو مساء الخير الو وي الو السلام عليكم السلام ورحمه الله شكون معنا كادير من سعيده مرحبا بك خويا تفضل الله يسلمك خويا انا نعرف الجروب تاع زعيف جونيور وي زعما الله يبارك عندهم دي كاباسيتي زعما ما شاء الله الحاجه اللي بغيت كاين غير نقطه بغيت نطرحها تفضل على ما يروحوش للبروفيسيوناليزم علاه ما قادر ما يديروش دي زالبوم علاه يقعدوا سجور يلعبوا سيرسان علاه ما يديروناش دي زالبوم باش سعيدة تنعرف ثاني بالبليجان تاوحا بالإمكانية تاوحا فوالا يا خويا هادي كاسيون مليحة نستعرف بيك دون خليهم ويريبوندو لك عليها اي خويا ما كاش مشكل راني في الاستماع شكرا بارك الله فيك نعاود نرجع لك حمى بون كيما قلت لك عطاوني الورقة تاع مقبول و ربحت نورمالمون ربحت شيء من بعد كي درنا بغينا نديرو الكاستينغ تاع الجي ما عيطوناش كنت وحدك من مسعيده كانوا معايا واحد مسكن في القرابه واقيلا بصح ما ربحش النهار الاول قصاوه ثاني هو شيء كنت انا وخمسه صحابي شاركنا في وهران وقتاش التحقت بالفرقه الفرقه تلحقت بها راه في صافي واحد دوزون هكا من هذا العام الثالث نيشان جيل كيما دونك انا جو بونس لي شاطون الجماعه دروك كان تكون بارتيسيباسيون تاعك مع الشباب راكم مرودي راكم فورمي راك نورمال دونك خير دليل اعطينا عبد الرحمن شوف تاع محمد حمودة ويا الكويني حمودة ويا بابا اجيت نداوي حمودة ويا سيدي داوي حالي حمودة ويا بابا غرو الجوي حمودة ويا سيدي لا مالك حمودة ويا بابا سلطان قلوة حمودة ويا سيدي بواب الغربة حمودة ويا بابا داوي حالي حمودة ويا سيدي لنا عيشة حمودة ويا بابا موسيقى
الله بابا الله بابا جيت نداوي حمودة يا خي واحد فيكم دروك صالح جيدي واحد مجمعة لا ريبونس على لا كيسيون اللي جاتنا دروك كيفاش ما فتوش الالبوم ولا ما فتوش البروفيسيوناليزم الوغ كو على السابقة ولا الشيء اللي شافها فيكم شافكم تلعبوا لان نيفو صدري ان نيفو فريمون زعما مليح ويا محمد شبي نقول لك في هذا لا قول هو ما قلتليش انا قول هو اللي عيط لك صادي نقول لك انت وهو يسمع ايه بيان سور في هذا المشكل تاع الالبوم احنا راه عندنا طموحات باش نديروا البوم صادير ما راناش ما راناش راقدين على هذا الشيء فاهمني دونك راه كلشي رانا نوجدوا صادير كي يجي وقتها هذه غير وحدها يخرج يكون كاين سيدي يكون رانا نوجدوا مي على بالك باش تعمر ان البوم في هاد لو جور وستيتو سيتو اكوستيك وكلشي فهمني شويه اللي قلها خدمه كبيره صادير ما راهش كيما باريزون كيما الموسيقى تاع لي ساندويتش اللي راها دور هذه تاع فهمني عاود غير عاود لا عاود ثاني لي هذه الموسيقى تاع لي ساندويتش تاع بوخفيف كل حصه وا سي نورمال سي ان رياليتي ما عندنا على نهربوا منها راك فهمني صادير باش تخدم ان البوم في هاد لو جور يليق فريمون فريمون خدمة كبيرة باش تخرج حاجة تاني دوك راه يقول لك باش باش السعيدة تبان دوك انا باش السعيدة تبان يليق تبان بحاجة شابة راك فاهمني حاجة مريقلة وحنا ان شاء الله بربي ان شاء الله رانا راها كيما قال لك راه هادي ديجا راها بروجي ان شاء الله ان شاء الله ها دروك ندور لخويا سي بدرو كي راك الحمد لله صافا بدرو الله يحفظك على الاستضافة. لا بريمير كيسيون كي الاستضافة الأول. لا بريمير كيسيون كيفاش خيرت لاباس؟ لاباس هي في البداية أنا ما خيرتهاش، في البداية كنت هي خيرتك. كي من هاكا. كنت أن جيتاريست في البداية، كنت لعب لا جيتار صالح، أنا النهار اللي كونتاكتني شي لي باش نلعب معاهم كل شيء، ما نعرفش لاباس. هي انستريمون زعما بري على كيما لا جيتار بصح شوية، جاي كومبليكي كيما نقول. مي بديت مع جيلالي وصالح وكل شيء. الاكسبيريونس خويا عنده الله يبارك تما كلي هما اللي وراوني الطريق هادي اسمع دوك الواحد انا بضرب والله العظيم لا علاش خصك لاباس باسكو على حسب ما نعرف والله اعلم باللي لا بيركيسيون ولا باس هما سكيلات تاع لا تروب على حسب ما نعرف هكا هي سكيلات نيشان هكا لا نيشان هي لو سيبور نيشان صافي كوم يكون شهادو زوج ولا شوف هي لي سيبور بصح كيما نقولوا استنى انسترومون ما تلعبش وحده كيما نقولوا ما تنجمش تتعلمه وانت انديفيديوالمون فاهم تريح هكا بلا باس تقعد تلعب فيها مورسو ما يجيش كل حتى واحد ما ينجم يسمع لا باس هكا انسترومون انديفيديوال سيبور انا ما تعلمتهاش وحدين ما تقدرش تعلم لا باس بعد انا من عيط لي جيل اللي على لا باس وكل شيء سيتي حياه هكا جديده كيما نقول فاهم
من دخلت لقيت الحمد لله كاين جلالي صالح مختار الله يبارك من جهه الموسيقى، هما اللي بديت معهم، هما منهم عرفت لاباس وكلش. ومن بعد كلي كملت الطريق وحدي هاك. اذا كاين واحد الطريق واحد اخر خطيت شاهي الطريق هاك السيناريو تكتب فيه السينما صورت فيه محمد بن صغير هذه خويا جاي عباك بلي صور فيلم بورتال لا وشحال عندها صافي كنت نقرا كان عندي بيان داك الوقت بيان هكا 5 ans 5 ans 6 ans صور فيلم غو بورتال من لاكار من ما كانش كاينه كاع لي كاميرا ما كانش كاين والو. ومن بعد ما جا خدمت واحد تاع لا بو دو فو هادي كيفاش لا فيرد لا بو دو فو ما بانتش كيما نقولوا حبس ما درتش بارو انا ما درتش حاجه غير بو دو فو عند كلي انت من بكري ما تبغيش لا سيونس فيكسيون نيشان لا مشى ولا لا صادي لي فيلم لي فيهم لي زيفي بزاف ما ماذا ما خطرت كيما قال صالح لاكو سي كاش حاجه كي تكون بيور ياك عندك لو ميم كاركتر فوالا حاجه تكون بيور هي هي صاغيس سا سا دي كاستيون دو شو جينيراسيون ايوا كاستيون دو شو كاستيون دو شو كيما نقولوا صادق احنا من نتفرجوا هكا لي فيلم سيونس فيكسيون هما اللي يجيبوا بزاف هكشي هما اللي داو لي تيتر كبار صح غير ما تقولش راك تامن الماتريكس لا لا متأمن ماتريكس هما متأمنهوش بصح هما جايين كيما نقولوا من الفلسفة راك شايف يلي كانت بكري هي لا باز تاع لا شونس اخويا فيصل انا صالح من بدي قال لي ركز لي غير على فيصل علاش مرحبا بك مرحبا بك فيصل نعم والله سيريو هذيك كاسون بيرسونيل من عند محمد ليكت تفضل قصتك مع البيركيشن دربوك ما منجيش نقول لك كي بدات ومتى بديت وكي درت بديت ما جات هكا جايه وحدها شحال عندها؟ اوكين ايدي تولي انا زدت نطبل تنجمش تعرف شفني انتيك صار لك شغل فوق طابله طبل في الحيط طبل وما تجي هكا بلاصه تريزوني غايه طبل فيها جات بيركيسيون افورس قصات العرس بزاف تسمو كشوك تريبيتي بروفيتي قص العرس وريبيتي او ميم طوب او ديال حسب هضرك ديما تريبيتي قال عام والله لا قال عام ورانا نتعلموا زعما واحد ما وصلش كاع دربوك الغالي اللي شيتها شحال مازال ما شيتش دربوك الغالي عندي وحده في الدار باش نمشي تاعي تبغي الصح قال زعما اللي شيتها الغالي اش كان ماتنو 400 دينار مين هادي خردة تاع فري فري عطينا فاصل انتم دائما في حصة فن افهم نعاود نذكر بالارقام 51 18 18 51 26 26 فيصل غير قول لي دربوك الغالي شحال شريت هذا اللي كما قلت لك 4 دينار 4 دينار قلت انا وجيلي لك شينا من لافار جيلي والله العظيم كان حاضر شريكه انا شريكه في كل شيء لا لا كيفاش هو باتري يجيب لك فاتوره تاعها لا اش قال هكا هو باتري تاع 8 و 9 و 10 كيف انت دربوك تاع 400 مش تاع 400 دينار 400 دينار 40 دينار لا مش 400 دينار 800 المهم تيزوني المهم طبل كي يجيو قصه ما يقولكش حاجه دربوك يقولك تعرف تقصى دربوك ولا ما تعرفش تقصى دربوك ساعه فهمني على اللونجاج تاع الدم والطك مالها دي فوا كيسمع قال يعطيني ربعه دم وحده وثلاثه طك داخل في الايقاع هذاك انا السولفاج ماهيش قاري السولفاج لا 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 كلمة دم طق مالها الدم الطق شو شي حد سمعتها طق الحاشية والدم الدم في الوسط لا خليها جي ساعطينا نشوف طابلة شاعطي الدم الطق راه عندك مني عبد الرحمن دورها شرقي شوف
مليحه مليحه. لا تريزوني طابلي على كازو دحمان يبغيش الخاتم. انا ثاني نولو دروك الريتميك. الريتميك جيتار ريتميك لو تيرم ريتميك جيتار ريتميك. هيا سي الحاج. السلام عليكم. ميرسي بور لانفيتاسيون يا خويا. لونير بور نو بون فلا جيتار حاجه جيتار ريتميك سبيسياليتي فوالا جيتار ريتميك فوالا. بون فلا جيتار كيما نعرفو كاين دو جونر، كاين لا جيتار ريتميك ولا جيتار سولو. في لو جروب كاين لي دو جيتاريست صالح هو يسوكوب دي سولو، انا لا جيتار ريتميك. لا جيتار ريتميك نجمو نقولو عليها باللي داخله ابوبري فلا ستركتور كيما كان يقول جلالي لا باتري افيك لا باس. فوالا نزيدوهم صدير ريتميك فوالا نزيدوهم ريتميك باش تولي لا ستركتور، من بعد يدخلوا لي سولو. داكور من بعد الحاج وقت من عام التحق بالفرقه؟ التحقت بالفرقه اكزاكتومون عندها واحد دوزون دوزون اكزاكتو. موقعش بروبلام كيفاش بات اقلمت مع ليكيب كيما جوار قال جيبوا جوار جديد مع ليكيب اللي قله وقت بايت اقلم ولا لا او كونتخير بيان او كونتخير كنت نعرفهم من قبل نعرف جيلاني نعرف صالح باسكو صالح خدم معايا و جوستومون هو اللي ما انفيتي باش نجيب للجروب لقيت الاتموسفير اللي توالمك هادي افون 2011 لقيت جيلالي ومن بعد 2012 عاود جيت الفرقة وين لقيت كاع شجرة كانوا سي بيرسون ابريزت انا لو سيتيام في لاريتميك باش بيان. شو تك الدانيامو نهار سبت لعب الجيتار سيرش فوالا الجيتار الكتريك وي ما كانش اشكال بيناتهم صديرة نو نو ما كانش اشكال مايبقاش ما كانش بروبليم صديرك كنت تلعب بالالكتريك كيما صالح لعب الالكتريك ومن بعد يدور الجيتار سيرش ماشي بروبليم هي كاين دي شونسون ودي دي ريتم لي سا دوموند اني على الدواتي صادي ماشي على لي شونسون كاين شونسون اللي تلقى الساش وحده لي صافي ماشي الدواتي ماشي نو ماشي الدواتي سي ا بري لا ميم شوز لا ميم شوز لا ميم شوز ا بارت سون لي في اختلاف ايه صافي بارتي من الوتريات فوالا صافي غير باش نعطيو معلومه برك اللي هم يسمعوا فينا بلي لا ديفيرونس بين وحده كاينه لا ديفيرونس غير في لي ستيل في لي ستيل ستيل بار اكزومبل تروع حاجه سالتيك ولا حاجه سي حاجه ستان ستيل مي تروح في الكوتي تاع بار اكزومبل روك بوب حاجه ميتال تلقى فيها جيتار الكتريك اكثر من اللي تلقى فيها جيتار سيش او جيتار سيش باسكو هذا كيما الفولك كونتري هذا يسحق لي جيتار اكوستيك حاجه لي سوار تاعك مع الجيتار ولا هذا لا جيتار هي البريمي انسترومون تاعك فوالا سي لو برومي انسترومون وي لي سوار تاعي مع لا جيتار بريميرمون نسلم على صاحبي علي بهلول لي جو لوي دو مي برومي زاكور فلا جيتار هو اللي احنا نوجهوا له تحياتنا علي بهلول خو عبد الله بهلول وصالح وصالح وسيا صالح وسيا جو لوي دو مي برومي زاكور دونك سيتي ميم با ايسي ماشي في سعيده في ميرسي قاع الحاج هضرك من عند بدر والجلالي دوك والله صافي بليزير كيما هكا كي تلقى ان جروب كل واحد يعاون واحد واحد اورينتي واحد واحد اونكادري واحد تعطيك لونفي حتى تريا في الوسط في وسطهم تقول ما نخرجش سي نورمال كي تلقى كيما قلت لاتموسفير لو كليما لا فراتيرنيتي ولا كيفاش فوالا سي سي كيسيون دو كليما ثاني في لو جروب في لو كليما في افون دات دو لا ميوزيك قدام الموسيقى اللي تكون كاينه واحد لا فراتيرنيتي في لو جروب سينو ما نجمو نديرو والو صار لها كيما ليكيب تاع تاع الفوتبول اللي تكون كاينه سوديني ان جروب سودي فوالا كاين اون شونسون غادي نسمعها لكم دروك هاد لا شونسون عندها قصه كبيره نخلو حتى يجي صاحب الاغنيه هادي اللي ان شاء الله عما قريب نستضفوه المهم غادي نسمعوكم دروك غنيه توجور مع الجروب زعيق جونيور بلا فوا تاع وريا مي هاد الاغنيه تذكروها مليح 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 فيان دو لو جور وين نحكوا على هاد الاغنيه مع صاحب الاغنيه اي عبد الرحمن البارح كبرت اليوم وعليها راني مشطون خلوني راني مقبونة لا تبردي ما
بنت البارح كبرت اليوم وعليها راني مشطور خلوني راني مغبونة لا تبردي وجاني خبرها عمري بالتليفونة ويانا من راني مغبونة وجاني خبرها عمري غير شوية يقضني لهبالة لا تبردي بتهول قلبي تهول وعليها كل يوم السال غير شوية يقضني لهبالة لا تبردي جاني خبرها عمري بالتليفون ويا نامل راني مخلون وجاني خبرها عمري نعود نذكر بالأرقام اللي هي 51 18 18 51 26 26 أو على صفحة الفيسبوك فن أفام. في عدد اليوم نستضفنا فرقة زعيك جينيور، الفرقة جماعة عندكم تحية سبيسيال من عند نونو إخلف اللي راه موجه لكم تحية موصل لكم السلام وقال لكم بون كونتينياسون اي برافو. احنا بدورنا أيضا نحيو خونا نونو إخلف. ألو ما ظن ما نسب لأن هذا العدد هو العدد 14 منذ بداية حصة فن أفهم في شهر ديسمبر 2014. إن شاء الله نكونوا في حزن كل المستمعين وأيضا في حزن كل مواهب الفنانين بكل الفنون على مستوى ولاية سعيدة. عندنا اتصال عبد الرحمن. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شكون معنا؟ امينه من العقار. مرحبا بكم تفضلي. فرقه مليحه تعجبني الله يعطيكم الصحه ويغنوا غناطي نتمنى لهم الحظ ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. زيدي هذا مكان. هذا مكان لهم النجاح ان شاء الله. فوال شكرا بارك الله فيك. ونزيد نعاود نذكر بالارقام اللي هي 51 18 18 51 26 26 او على صفحه فن أفهم على الفيسبوك. سؤال نوجهه لخويا جلالي. اخويا تفضل. ما باش الفكره تاسسوا جمعيه؟ عندنا جمعيه. بيان 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 الجمعية تاعنا اسسناها هذا العام. درنا الجمعية تاعنا جمعية ثقافية أوتر. وين تتأسست؟ ما عندهاش بزاف، عندها 6 موا 7 موا هكا. والأهداف تاع الجمعية صدرت توجور غادية في الكرينو تاع الموسيقى ولا هي ما جمعية ثقافية؟ مي احنا باين الكرينو تاعنا راه باين لا ميوزيك فورماسيون صوالح صدر كي نحكوا فورماسيون صوالح صدر في لا ميوزيك الدومين تاعنا. À propos de la formation, je suis le site formation pour la percussion, Hajaka.
وي لونسيت فورماسيون راني عاد فيها راني عاد نخدم في راني اونكور كما يقول لك فوالا نجمو نديرو ان ابل للناس اللي بغات تصل بيك ولا بالجماعه صافي في الدومين تاع الفورماسيون انا بور لو مومون راني مع اللي بديت معاهم صادير مع البرومو الاولى فاهم صادير نهار اللي نحس نشوف باللي هادو اللي راني نخدم معاهم صايرهم بيان وبري باش يخرجوا يخدموا روحهم في دي جروب ولا حاجه نجم بالك من بعد نعاود نلونسي برومو جديده فاهمني قضيه ليكيبمون صالح ماتيريال دو ميوزيك واش من جانب باريكزوم سي كاع سي روح من الانسترومون صغير مثلا من القرقابو ولا من فيش مثلا لحتى لا سونوريزاسيون اسكو عندكم مشكل ما عندكمش مشكل لا توجو كاين مشاكل هذو تاع لي انسترومون والماتيريال هذا توجو كاين فيه المشاكل كيما حنا بار اكزومبل سي نوتر بروبر ماتيريال اللي عندنا في لاتيلي دونك بيرسونيل بيرسونيل فوالا بيرسونيل وي باسكو كاين اللي كان عندنا هكا دي انسترومون اللي كانوا بصح الطابع تاعنا ولو ستيل يطلب دي انسترومون بزاف سي بور سا يليق كاسيون تاع فينونس فينونس لي مويان خطا شو مالك لافي اللي تلعب بهم دروك انا هنا الميكروفون عندنا هذا الكوري مسكين رانا غاد سوي هذا الانساك مسكين رانا معاونا شوية رانا لا بس ان شاء الله رانا بنجيبو لا احنا نلعبو بلو كورك على بال استادير لا ريزون اللي نلعبو بلو كورك سي لي سون باسكو مختار يستعمل لي سون اللي يستعملهم في هذا لو ستيل هذا استادير لي سون اللي نسحقوهم كاينين في هذاك لا في نخدموا بلاكورديون نلعب بها اكوستيك هو كاع اكورديون خاطر نهار السبت كيف هذوك المسابقه تاع المواهب بون ما بغيناش ندخلوا بالاكورديون لا لا شوسين فاتت النغمه تاع الكورديون توجور عنده هو بروح عنده لاطوش تاع الاكورديون حلاوه تاعها هذا وهي تعلمت بها تاع شيباني الله يرحمها انا هي صح خويا والله انا بعد نشوف لافي تاعي الاول ونزيد نقولوا اكد عليها صالح ولا جاي تحي لاكوستيك هكا لاكوستيك علمك تروح بعيد وتولي عندك مام مونطاليتي ثاني تاع ميزيسيان مام ما تكونش فيها انانيه في الموسيقى بيان سير بيان سير مختار انا نظن واحدين بغا يتعلموا لاكورديون مرحبا بهم مره عندهم مشي عندك باج في فيسبوك اشتغل الصباح لا دروك راه جاني سينيال نيشان كاين والله نيشان هاك عايرو عبد الرحمن حيوم الطراش حيوم جبروفيت لوكازيون نحيي النعيم اللي معنا ومحمد احمد كان حاضر وكل اللي كانوا يستمعوا فينا اللي سعفهم لحد تصلوا بنا واللي حاولوا يتصلوا وما تصلوش نعاود نولي للريتميك قطار ريتميك انا عارف جيلي اللي دي فوا كي تكون حاضر في سواري البركه يقعد واحد النغمات واحد لي زانطوناسيون واحد لي ميلودي يقعد في الودن تليفون سلك تاعي حنا نقول لك الو مساء الخير على السلام السلام ورحمه الله شكون معنا انا شقيقه مختار محمد سي مختار ودي ها نط الحمله انا مرحبا بك مرحبا بك صحيت ماذا بك الراديو البوست نقصي لي شويه صح الو وي تفضلي الو يعني شكرا احنا فكرتونا اكيد ذكرتوا اسم زعيك كنتنا بالواد الله يرحمه الله يرحمه الله يخلي الله يحفظ هاد الشبان الله يعني رغبه من السمع الموسيقى تاعهم بصح راه فوتنا هضروا كيف ما سمعتيهاش الو وي تفضلي احنا رغم راه معاكم بصح زعما سمعنا الموسيقى اللي راهم يتناولوها هما الله يوفقهم ان شاء الله والله الله ينجحهم امين يا ربي بارك الله فيك وشكرا ما عندك ما تقولي حاجه المختار ها مختار معاهم وزعما سمعنا الموسيقى اللي راهم يتناولوها ها مختار غير دبرت راه معاكم دونك خليهم هاد الشبه ان شاء الله والله يوفقهم امين يا ربي ان شاء الله والكل الله يحفظكم انتم ثاني امين يا ربي امين
اي صحيح. دوك نعاودو نوصي مقطع كي يجي مهود للدار يدي كاع لي مورسو اللي خدموهم. قبل ما نعاود نرجعوا لهاد الجلسه اللي فريمون مليحه 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 طوب. عبد الرحمن عطينا فاصيش خويا. مصطفى كملت شو حما اعطيها اعطيها لي حب شو حب اعطينا اكابيلا من تما والله اعطينا اكابيلا مصطفى غيرها ليا ليني في ليلة القبر كون معايا حاضر يا رسول الله هاك ما كمل لا كمل يا مصطفى غيرها ليا جيني في ليلة القبر كون معايا حاضر كمان. يا رسول الله سبحان الله سيفنا ولا اشتوى ورجع فصل الربيع في البلدان خريف سبحان الله سيفنا ولا اشتوى ورجع فصل الربيع في البلدان خريف جور الحكام زادنا تعب وقسوة لا راحة والعباد في النكد وتعسيف والحاكم كايصول كايقبض الرشوة والشاهد كايدير في شهادات حريف فهم المعنى وعيد واستفد وروى هذا سر الكنان ما راموت صحيف سبحان الله سيفنا ولا اشتوى ورجع فصل الربيع في البلدان خريف سبحان الله سيفنا ولا اشتوى ورجع فصل الربيع في البلدان خريف شكرا شكرا حمان نعاود نذكر ارقام الهاتف اللي 51 26 26 51 18 18 او على صفحه الفيسبوك فن اف ام تشير الساعه
الى 7:25 دقيقة حان رفع اذان المغرب. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نختار من الفرصة ونزيد نذكر أن لجنة الفعل الثقافي كما عودتنا محاضرة يوم السبت بدار الثقافة إن شاء الله وين نشطها السيد بن دحو أحمد وهذه المحاضرة تكون حول الديزيرتيفيكاسيون التسحر. دونك نوجه الدعوة عامة ونوجه كل المهتمين بالطبيعة والبيئة أن يكونوا حاضرين يوم السبت على الساعة ابتداء من الساعة الثانية بدار ثقافة مصطفى خلف. والله جماعة شنو نقول لكم ساعة قليلة البك لها يجي يقول لي ساعة قليلة ساعة قليلة ساعة قليلة سي بيان دوماج. دونك ان شاء الله الرحمن الرحيم نعاودوا الجلسة كيما هاك وكيما قال خويا قبيله في التليفون ولي ما ليكون البوم ولا تكون بريزونطاسيون دان سبيكتاكل تعني بو كبير ان شاء الله الرحمن الرحيم ونريحوا هنا ونعاودوا نجبدوا على المواضيع وخاصه في لو سيل اللي كنت تخدموا فيه القناوي ولا ديوان القناوي فيزيون بليس كيما قعدت عاد لي صراحه دوك لي ستيل اللي خلطني دونك كطري لي لي ستيل فوالا. دونك نخليكم باسكو لو طون ما كفناش نبداو بك بدرو اخر كلمه ولا كلمه مختصره تفضل. اخر كلمه هو صافي بليزير لعبت مع جروف كيما هاكا اما الداخل من نلعبوا معاهم كان امبيونس واو 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 خويا امبيونس شاب بزاف ان شاء الله الله يدوم هاد الامبيونس. الحاج اخر كلمه نشكركم مره اخرى على الاستضافه هذه يا خويا مرحبا بكم اللي كانت باش تعرف ابري لو جروب ان شاء الله على المستمعين ان شاء الله نتمنى انها تكون يعني احنا رانا نخدموا ان شاء الله ونتمنى انها تكون خدمه في البروشان ان شاء الله. انا الحاج نضم صوتي صوتك تحت تحيه تيرا تحيه الميدان فوالا فوالا صالح نزيد نضيف انا نتمنى اخر كلمه هي ان نقولوا لي ريسبونساب يكون عندهم التفاتة شويه من جانب الشبان هذه ويعطيهم كي نقولوا دعم وهذا هو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وهذا هو تقريبا كل الفنان هذا ما يطلب يطلب لاستيم برك واللي بينكم متوحين على الكورديون تفضل تفضل
حنا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله شاشه يقولوا ماكا والخدمه، ونتمنوا ثاني هادو تاع المسؤولين شويه يعاونونا فاهم، هادو اللي صورتي فاهم حنا كاع راه مبلعين علينا تبليعه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. وعلى التحيه لا بغيت محمد خوف ان شاء الله يا خويا ربي مع التحيه تفضل في ساعه فاسكو الله يشافي لي شيبانيو امين يا رب الله يخلي لي خوتيك امين يا رب المره تاعي وجوج بناتي ويصال وخديجه ويصال وخديجه راه محيي فيهم عبد الرحمن قال لك سبيس من عندي انا عبد الرحمن محمد وريا ونشكركم مره اخرى على هذه الاستضافه ونشكر بزاف اللجنه الفعل الثقافي اللي راها قائمه كما يقول لك شفتوا هذا تاع مواهب غنائيه هذه الفتره الاخيره هذه وبون نشكر الاهل تاعي اللي راهم في الاستماع وان شاء الله كما يقول لك حنا زعيق جيني وما تخافش علينا ان شاء الله ان شاء الله يا رب خدمه 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 طرافاي فيصل ان شاء الله نشكرك اولا سي محمد على الاستضافه هذه ونتمنوا نشرفوا جروب بن صعيق سينيور بلونو اللي راه قاعد اللي راه عندنا حنا راه على عاتقكم عاتق تاعنا ان شاء الله نكونوا في عند حل المسؤوليه وهذه ما شكش فيها انا هذه ما شكش فيها ان شاء الله ان شاء الله جيلي بون انا عندي شكر خاص كاع خاص جدا تفضل انا نشكر اعضاء الفرقه اولا باسكو راني مزير عليهم بزاف ومتحمليني بزاف راك فاهمني وستادير انا هذه عمري ما نقولها سي لا بروميير فوا راني نهضرها راك فاهمني وهذا هو المناجير تاعي نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ما نكونش ثقيل عليهم بزاف باسكو راني زاير عليهم بزاف بعد فنان سبحان الله نقولوها سبحان الله علاش ونوجه تحيه لي زونسيان تاعنا خاطير حميده مداح جلولي محمد وريه نحن نحيو كاع الفنانين بصفه عامه وصاحبنا ثاني هشام حمي باتشيكا ونقول له ولي العقلك خويا ان شاء الله يا ربي ايضا انا كاين اهداء خاص من عند يونس الامينه يقولها الله يجيب شفاء واتصل بي الان برزوق الزاوي قال تفكرنا خويا تفكرناك ونهدو تحياتنا لكل كلكم المستمعين الاوفياء لحصه فن افام سونزوبلي مقدم عيسى مسعودي تاعنا المقدم الضيوف كيما راهم من بدرو الحاج صالح مختار حمي فيصل الجلالي سونزوبلي عبد الله والنعيمي وانا عندي اهداء سبيسيال 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 ليك عبد الرحمن اللي في الاخراج محمد الميكروفون صوت الصمت الى اللقاء الاربعاء ان شاء الله نقول لكم سلام